بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا فارج الأدمع والكرب وكاشف الغم والويلات والنوب، إليك وحدك نشكو ما ألم بنا، فقد غدونا نعاني شر منقلب. ينادي على روح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. وسقطت يد الحبيب، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها أعظم المصائب. صدق بأبي هو أمي، صدق بأبي هو أمي، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم من بعده إلى يوم القيامة. أبي أنت أمي يا رسول الله، أبي أنت أمي يا رسول الله. قام متوكئا على خشب المنبر حتى المنبر يبكي، وقال: يا أيها الناس، من ضربته؟ من أخذت له مالا؟ هذا مالي فليأخذ منه. من ضربت له جسدا؟ هذا جسدي فليقتص منه، فليقتص منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فقام عكاشة بن محصن الأسدي أمام الناس قائلا: يا رسول الله، أما إنك قد طلبت القصاص منك، فأنا أريد أن أقتص منك، فأنا أريد أن أقتص منك، وذلك أنك يوم كنت تصوي الصفوف يوم بدر طعنتني بأصمت يدك في خاصرتي وقد آلمتني، وأنت عرفت نفسك الآن للقصاص. فقام علي رضي الله عنه فقال: أنا في القصاص، أنا في القصاص فداء له. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا علي، بل يقتص مني. واتجه نحو المنبر وارتفع صوت البكاء في المسجد، موقف من أشد المواقف وأصعبها على أصحاب محمد. حبيبهم في مرض شديد، وصحابي سيقتص منه أمام الناس على منبره. فلما وصل عكاشة إلى المنبر ألقى العصا من يده، ثم ضم الجسم الشريف ومرغ وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى بكاء شديدا وهو يقول: جسمي لجسمك فداء، جسمي لجسمك فداء، جسمي لجسمك فداء. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عظم الله أجري وأجركم، اللهم أجرنا بمصيبتنا خيرا يا رب العالمين. وهذا الجرح في كبدي صار